الاهلي يكتفي بهدف وحيد في شباك المصري بس بالسلوم ويتاهل لدور الاثنين ال 16 لكاس مصر. كابتن شريف اعتقد ان هو يعني فوز منطقي ولكن الاداء لم يكن بنفس المستوى. احنا دايما بنبحث عن الاداء اللي هو بيخليك تكسب اي مباراه انت بتلعبها بتشيرت النادي الاهلي او باسم النادي الاهلي. مهما كان ظروف ومهما كانت الغيابات انما انت دايما بتلعب بروح تجعلك على الاقل ليك سبق في التهديف. مش معقول هفضل انا 45 دقيقه الماتش احنا مش عارفين مين فين اللي هيكسب اللي احنا بنلعبهم ولا هم اللي هيجيبوا الجول الاول ولا احنا اللي هنجيب الجول الاول. هل الروح كانت رايحه جاي كده الاهلي النهارده؟ ها؟ هل الروح كانت غايبه عن لعيبه الاهلي النهارده؟ اللعيبه بتلعب وهي حاسه انها هتكسب في اي وقت. يعني يمكن اسم المنافس يعني اسم المنافس مش مخليك تنزل بالروح الجامده بالمجهود الجامد. طب نلعب لكل اللي احنا قلناه يعني. احنا نلعب بقى لنفسنا. ايوه انزل عندي فرصه بلعب في النادي الاهلي وبلعب في بطوله كاس مصر وعارف ان ممكن يحصل فيها اي كوره طايشه. يعني مصطفى شوبير النهارده مطلع ثلاث كور مش سهلين برضه يعني صحيح. اي نعم في الحته اللي هو واقف فيها لما في واحد بس اتعامل مع كرة اتعامل معاهم كويس قوي بثبات هو تحت الخشب ثلاث خشبات كويس الحاجات دي طبعا. انا وفي الشوط الاولاني برضه في واحده اتشاطت من بعيد الحاجات دي احنا مش متعودين ان احنا نشوف الفرق اللي هي بتفتح علينا الجيم واحنا واقفين مفيش تمركز مفيش مان مفيش بنلعب بارتياحيه كده ان احنا هنكسب في اي وقت. انا ما ده اللي حسيته الحقيقه في المباراه وده اللي مش عاجبني في المباراه وده اللي مش عاجبني من بقالي فتره. يعني انا ما بكسبش لو انا تحت ضغط لما بتبقى الحياه سهله كده وزي ماتش استر مكبر اللي جاي ده لازم الحكايه تبقى مختلفه تماما. انت بتلعب على ثلاث نقاط بيودوك بتقترب من بطوله كل ثلاث نقاط جايين ببطوله. مباراه النهارده دي بطوله اول بدايه بطوله ايوه ف هتعتد يعني هنلتمس العذر النهارده بقى لهم فتره وراجعين وفرق لعيبه غايبه ماشي بس فرديات اللعيبه دي كلها يعني النهارده لما نيجي اتخيل شكل النادي الاهلي في الميركاتو اللي جاي كويس في نص ملعب شكله عامل ازاي ديفندر عامل ازاي لاين فيرود بينفذ لي بيعمل ايه هتلاقيني بطلب كتير قوي يعني بنطلب كتير قوي بنطلب اداء اكتر من كده اسرع من كده شخصيه لعيبه احسن من كده بكتير قوي لازم تبقى موجوده بتحمل انت بتلعب على بطولات اديك شفت الدنيا انت بتتحارب من الدنيا كلها ايوه فانت تبقى قد الحكايه دي 10 مرات يعني مش هتوهم واتخيل ان لما يرجع لي علي معلول كويس مين عندي تاني بره عندك ديانج وديانج وسولية مثلا وحمدي فتحي تبقى هي دي الحكايه بالنسبه لي هو ده العمود الفقري بتاعي والمسمار بتاع اداء انما بقيه اللعيبه اللاين فيرود بتاعي اهو ناقصك قفشه واللي احنا قلنا عليهم هو ده العماد الحكايه كلها لا لازم اللعيبه دي كلها تثبت لي انها تقدر تبقى معايا السنه الجايه. انا السنه دي عندي بطوله راوند بحاله انا محتاج روح ثانيه خالص محتاج اداء ثاني خالص. انت بتلعب فرقه المفروض ان احنا النهارده ضاغطين في نص الملعب الكره الثانيه بتاعتنا على طول ما تبقاش فيه مشاركه في الجيم ما تبقاش فيه زيارات عندك على حارس المرمى بتاعك عندك حريه اطراف النهارده تلعب زي ما عايزه ما انت الجول اللي جبته الوحيد جيم الطرف عشان اللعيب فكر وعمل كره عرضيه الباك علاشها بدماغه وقفها وتعامل معاها عبد القادر طب ما حسام حسن يتعامل مع كام كره زي دي ويخلصنا من الماتش محمد شريف شغلتي ايه على في اللي انا واقف عليها؟ هجيب اجوال. انا شغلتي النهارده اجيب اجوال انا وحسام حسن وعبد القادر ومحمد شريف، انا دي شغلتي في الماتش، انا كنت بننزل الماتشات، انت كنت بتلعب تلت ساعه ما بتجيبش ماتش، ما بتجيبش جول في الماتش بتروح زعلان. احنا صحيح. شغلتنا ان احنا نجيب جول. علاء ميوم لو ما كانش بياخد الكره اللي انا بسقطها وهو بياخد الاسبرينت كنا بنتخانق وكنا بنقول له ازاي ما بتروحش ازاي ما بتعملش. ويروح معوضها لي في الكره اللي بعدها كان في روح تانية كان في اداء تاني مطالبات تانية مش عارف بلال كان شحننا في الاولاني هي حكايه عقود بقى وحكايه احنا خلاص خدنا حاجتنا وده الاداء اللي عندنا وهو ده لا 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 اللعيبه دي لازم كلها
تبقى روح تانية خالص. اللعبة دي لازم كلها تعرف هي بتلعب فين. مش هقدر اقول اكتر من كده الحقيقه يعني. مش هكمل كلام بلال او لا، انا مش هقدر اقول غير احنا لازم احنا نعرف كلنا احنا فين بالظبط.